نعرضه الآن. أعزائي المشاهدين، رح نروح على تقرير الملابس العسكرية وملابس الإطفاء بسوق اللي مع للأسف ما زالت هذه العملية مستمرة. أعطوني التقرير. هذا اليوم اللي لقيناها الملابس العسكرية، شوفوها، والمطافي ولبس المطافي، هذا مال الجيش طبعا، وهذا موت الجيش، هذا جواتيهم، وهذا هني لبس المطافي، وهذا طبعا كلها جواتي موت الجيش، وهذا لبسهم هني كلها كامل. لكن المطافي لقينا الجنطتهم هذه، شوفوها مال الاطفاء كاملة الجنطة، وهذا هني الكبوس مال المطافي حتى الرتبة عليه، شوف هذا تبع المطافي اللي لقيناه اليوم، الجنطة كاملة لقيناها، شوفوا هني، وهذا تكملت ملابسهم، هذه هني كاملة، شوفوا هذا هني كلها لقيناها، لكن المفروض هي ترجع للمطافي، لكن شو نسوي، هذا ما تطفى، هذا الحين بوديهم وسلمهم مخفر سوق الجمعة وأنا اللي ماشي. يمكن أنا أشرت إلى خطورة بيع الملابس العسكرية، عايزنا وإحنا نقول اليوم مو بس دور على وزارة الداخلية في سوق الجمعة، أيضا الدور الكبير على الأفراد اللي عنده ملابس عسكرية يسلمها وزارة الدفاع، الداخلية، الإطفاء. لذلك لازم يكون في تعميم من هالجهات، اللي عنده ملابس عسكرية يبي يستغني عنها أو أنها تالفة يسلمها للجهة العسكرية، ولازم هذا تعتبر عهدة الآن بس نعاد. وصك المحلات اللي مبطلينها تسوي ملابس عسكرية. أنا أشكر أحد الإخوان في من وزارة الكهرباء والماء أساس.